محتاجين برضو نعرف الناس استاذ هاني عن فكره انه الثقافه الهنديه، يمكن الناس متاثره قوي بالافلام تمام والمسلسلات، ومؤخرا بقت تتاثر بالرياضه الهنديه، لكن ايه تاني ممكن يكون مميز جدا في الحضاره او الثقافه الهنديه؟ المميز او القريب، بس احنا عندنا الثقافه لسه بعيده شويه. عندنا يوم 21/6 من كل سنه عملنا اليوم اليوجا العالمي. ده بنجمع فيها مجموعه من الشباب، ابتدينا ننزل ليهم، هم يسمعوا عن اليوجا من زمان لكن احنا نشوف الهنود بيمارسوها لا، فابتدينا نعرف الشعب بيها وبنحتفل باليوم العالمي لليوجا يوم 21/6 اللي جاي. بندعوهم من خلال برنامج ان هم يتفاعلوا معانا من خلال الصفحه. احنا لسه هنعرف هنفتح فين او هنقعد نلتقي في الحدائق العامه، تبقى اماكن مفتوحه في حديقه الازهر، في دار الاوبرا، بنختار مكان مفتوح عشان يبقى فيه لقاء للجزء للاولاد وجزء للبنات. طبعا بنلاقي جزء البنات اكتر من الاولاد، بيمارسوا، بيبقى في ناس متخصصه وكل واحد بيجيب الادوات بتاعته الخاصه واي لبس كان اللي هو لبس رياضي او خفيف ويقعد بيه يمارس. بناخد نص ساعة مع الموسيقى الهندية القديمة، مش هنقول الحديثة لا لا، لازم تبقى حاجة كلاسيك كده تبقى جميلة، وبيتفاعلوا معاها بتبقى حاجة جميلة جدا يعني. حلوة قوي. طيب أستاذ هاني، يمكن احنا عندنا تخيل هنا شوية انه زي ما بنشوف في المسلسلات والأفلام ان الهنود ليل ونهار ماشيين في الشارع ألوان وبيرقصوا وفي فيلة رايحة جاية وفي حاجات كده، من خلال بقى يعني وجودك جوه الموضوع قوي، هل الصورة دي حقيقية؟ يعني اللي احنا بنشوفه هو ده الحقيقي ولا هم لا يعني ليهم حياتهم مختلفة؟ يعني لا، هو في ثقافات أكيد مختلفة، مش زي عندنا في مصر مثلا محافظات وكده، لا عندهم في الشمال في الجنوب كل عدد، بس الحاجات المرتبطة بينا وبيهم احنا بنحتفل، بس احنا بنحتفل يوم واحد شم النسيم. عندنا الأكل والبيض الملون، هم عندهم الهولي او شهر باين، هم ممكن لا ما عندهمش، بس عندهم هولي الالوان ممكن يمتد اسبوع 10 ايام. أيوة في كل البلدان اللي عندهم بالالوان دي، احنا ابتدينا ناخد الفكره وبنعملها هنا. بس اقصد ان هم مش طول اليوم ماشيين بيرقصوا في الشارع ومزيكا شغاله لا دي افلام بقى ده كثقافه كفيلم يعني عشان الالوان والشكل والموسيقى. لكن بس هم بيعتمدوا على الجزئيه دي متهيألي كدعايه ترويج للسياحه. طبعا الفكره احنا عندنا بنتاثر بيهم في مهرجان الالوان، في ديوالي برضو بنتاثر بيها في الثقافات بتاعتنا وبتاعتهم، في تشابه في العادات. احتفالنا بشهر رمضان ولسه عليه فتره، بس احنا بنستقبله بقالنا اسبوعين ثلاثه، هم نفس الكلام بيقعدوا الاحتفال الواحد اسبوع 10. حتى العرس او هي اكيد عارفه، العروسه مثلا بتقعد قبليها، احنا عندنا يوم الحنه هم عندهم قريب منها بس بيبقى نقش وزخرفه، زخرفه جامده جدا. احنا عندنا الحنه كتير بس الكوع الحنه يمكن عندنا احنا مثلا ايد كده خلاص. لا هم عندهم رسومات دقيقه جدا، ممكن يقعدوا اسبوع يرسموا رسمه.